مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا عدد كبير من الحلقات ديال الأستاذة زينب خيار، محامية بهيئة البيضاء، لتنور رأي العام أكثر في الموضوع. أستاذة زينب حوالي أو تقريبا إذا صح التعبير 40 سنة وهي كتزاول مهنة المحاماة. مشاهدينا الكرام، ما بين أغرب القصص اللي دوزات الأستاذة غادي نشوفوا قصة معاها اليوم. أستاذة، عدد كبير من المغاربة استفدوا معك في القصص اللي كتروي لنا اللي دوزتي في المسار المهني ديالك. أعطينا ديال اليوم. ديال اليوم غادي نقول لك شكرا أولا سي أستاذ يوسف، كنشكركم من هذا المنبر كالعادة. عندي واحد القصة اللي هي كانت بغيت نهضر على البنات اللي كيكونوا كيسعوا عن طريق الهواتف النقالة، ولات شي ظاهرة اللي هي كنقول لك تقريبا خطيرة، لأن عن طريق ولو شي معتقل كيكون معتقل في السجن أي نمرة كيضرب لها يعيط عليها في الهاتف النقال ديالها، كيدير تعارف معاه من الهاتف كيبقى يعيط عليها، تيعرف شحال رجالة كي من تما كيعودو كيتباغاو بلا ما يشوف الآخر. الآخر ماشي ميلف، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، بزاف المعتقلين تيديروا هاد القضية، لدرجة أنهم اللي كيتعارفوا مع هذيك البنت، هذيك كنعرف أنا واحد بعدا واحد زعما واحد السجين زعما ما عرفتش كيفاش اتصل بوحدة أستاذة إنجليزية وحدة طبيبة. هو مجرم كبير، مجرم كبير خطير محترف، لدرجة أنه هذوك اللي تعرف عليهم في السجن ولاو كيبغيو ما عمرو ما شافوه، وقلت لك عندهم هذا المستوى اللي رفيع زعما راه طبيبة وهذا ماشي شي حاجة سهلة، ولاو كيمشيو عند أمو وكيعطيوها القفة وكيدخلوا اللي يعطيو يجفوا ليها، وهما عمرهم ما شافوهم، هما عارفين حيت دابا المرة الأولى ملي كيهضروا معاهم ما كيعرفوش السجناء، ولكن ملي كتعود تتبغي هذيك الهضرة كيعطيو شي هضرة زوينة ديال العواطف وداك الشيء كتعود تبغي واخا هو معتقل. ومن ضمن هاد القصص هاد القصة ديال واحد البنت اللي كنت كنوب على الولد، الولد كان معتقل على السرقة، كانت عنده 3 سنوات سجن نافذا قضاها، وفي خلال ديك المدة كانت تتصل بواحد البنت اللي هي قاصرة، ديك البنت كانت عندها 16 سنة ونصف، وبقات كتعجبها تتعاطف معاه كتبغيه، لدرجة أن ملي كان غادي يخرج من السجن مشات تلقات لي هي، مش تلقات لي هي مشات داها اغتصبها، هي خاصرة تضلع البكرة ديالها، لا تجعل عن ذلك حمل، الحمل مشكلة عاد داها لدارهم حيت باقي ما وصلتش السن القانوني باش تتزوج به هي. ملي داها لدارهم ولدت توأمين، ولدت جوج دراري، ملي ولدتهم في ديك الفترة دار جريمة أخرى ديال القتل ورجع للحبس، راه باقي إلى يومنا هذا وهي باقا معلقة بجوج دراري. هنا كنبغي نعطي المثل للشباب الناشئ، شابات ناشئة بالأخص، ما خاصش تجي أي واحد عن طريق الهواتف النقالة اللي ولات كدير التواصل الاجتماعي ولات كتأدي بها شي حوايج خايبة، لأن ما يمكنش واحد ما كتعرفيش على الهاتف النقال تقعد تبغي ها هي الكارثة، ها هي ولد جوج، ها هي دمرات، ها هو باقي في السجن محكوم ب20 سنة. أنا هذا من باب النصيحة، لأن الظاهرة ولات خطيرة وكثيرة في جميع السجون ديال المغرب. وثانيا غادي نعاود لك واحد القصة ديال واحد كانت جات عند واحد السيدة اللي قالت توفى راجلها، وقالت لك داعينها داروا عدد الموتى، ولات هي ما كتولدش معاه، هو مقطوع عليه رجليه ومسكنه غير في بيت، انت كيفاش درتي انت صغيره وتزوجتي به وهو مقطوع عليه رجليه وهو راجل كبير؟ قالت لك لا، حيت انا حيت عنده بيت اكرا حيت غنستافد من البيت، وعنده واحد حذاء اصطناعي، صباط اصطناعي، اذا بالوراثه الاخرين كيتفاجئ بهم تيجيو، مشاو داروا عدد الموتى والوراثه، مشاو صحابني ما عرفتش علاش جايه هي، دعوه على القسمه، القسمه جينا ندير ملي لقيت القسمه اللي جابت لي الدعوه اللي داروا لقيتها داعينا على الصباط. كيفاش جايه كيفاش تي صباط؟ قلت لي ما يمكنش انا جوج جابي على قبل ذاك الصباط، لان ذاك الصباط كيسوى 5000 درهم، وعلى قبل ذاك البيت فاش بقى ساكنها فيه بكره،
انا اسس بجوج انا اتزوجت فيه، وداروا المحكمه دعوه ولا المحكمه مخدمينها ومخدميني انا ومخدمين، راه انا خاصهم يخلصوني 10000 درهم، هما دايرين على 5000 درهم عدد الموتى والوراثه، كل واحد غتجي تجي 100 درهم، حيت هما والدش جاوا العائله ديالو قال لك ما هو الصبار. هما استاذ في المعلومات اللي بحثتي فيها كانوا مأكدين بأنه الإرث اللي كاين هو الصباط ولا كانوا دافعين هما الإرث؟ ما ربنا يرضى تكون عنده حوايج أخرين. حتى حاجة. هما عارفين ما عندهم حتى حاجة. صباط غالي. صباط كيسوى 100000 ريال. شمن سنة أستاذ؟ دابا شي 30 عام راه كانت 100000 ريال شي حاجة. قلت لها علاش أنت؟ قالت لي ما يمكنش أنا نتزوج فيه لا قبل الصباط ولا قبل ذاك البيت باش نبقى كارية. نعم. هنا سؤال أستاذة، في هذيك الظرفية 30 سنة راه كثير تبارك الله، هذاك الصباط كيفاش جابوه ب 100000 ريال وهو ما في حالوش وكاري غابيت؟ ما عندكش معلومة؟ عطاو المحسنين اللي شراو لي ذاك الصباط 100000 ريال، هي تزوج فيه على صباط وعلى ربيت، فإذا به الوراثة مني ما تمو جايين قال لك داعين على الصباط، مقدمين المحكمة القضاء كل شيء جايين عندي أنا، تبتوا ذاك الصباط غتجي 100 درهم الواحد. كانت عندي واحد السيدة اللي جات عندي اللي كنعرفها ديما موكلة ديالي، كان عندها واحد الولد ديالها كانت تشد، وفعلا كانت في التحقيق وخرجت من التحقيق لأن كانت عندها الوراء، وإذا بواحد ولدها واحد آخر مشدود، قالت لي غتجي تدافعي عليه ضروري، عرفتي هذا راه زوين، هذا ماشي بحال الآخر، راه زوين، قالت لي فيه النفس وحنين ومزيان وفيه كل شيء، قالت لي عيالات كلهم كيتضاربوا عليه وغادي كيتنادفوا عليه، بصح فعلا انا صحابني شي واحد هذيك اللي باغي نولد العيالات وصفت لي واحد بحال كتقول لي هذا الان ديلون ولا ما عرفتش شي واحد شي جمال. المهم انا مشيت معاهم فعلا قد جوجي مدخل الكفاف حدا الباب ديال السجن كيتضاربوا عليه، هذه مصاحبه معاه وهذه مصاحبه معاه، تيتنادفوا من الروز داخل السجن وحدنا على اساس مشيت للسجن على اساس قال لك هو تعرض للتعذيب من طرف واحد الحارس اللي تشكى منه، وقالت لي الوالده ديالو غتدخلي باش تعرفي ذاك الحارس باش تشكي به المدير باش لان تيتعدى عليه. وهذا ملي دخلت للسجن انا بارك في لاصال داتون ديال المحامون، اذا بهم جايبين جوج كارد كور دوك اللي مسلحين حتى ذوك ما كيجيوش الحراس عاديين ديال السجن، حيت لا كان مجرم خطر تيجيو مع ذوك المسلحين. المهم جايبينو جوج ودير واحد فوطانة اشنو، حيت حنا كندخل مع واحد المكتب اللي ديال المحاكم، كل واحد كيدخل مع الموكل ديالو، ديك الساعة هذوك بقاو حاضرين حيت ضروري غيخافو حيت لقيتو دابح راسو ملي بقاو حاضيني. المشكلة أنا قوت ما تحرجت لأن دابح يدي دابح كل شيء وأنا عيني حمرين بحال داير بحال خارج واكل شي قرقوبية من الداخل، وعيني خارجين تيدو معايا وأنا مخلوعة منه، وليت كنقول ليه لا أنت شاب زوين علاش درتي وش مات أنت بنات كلهم كنتمناوك، أنا مخلعة أنا مخلوعة منه، انت ما كاينش بحالك وزوين لاش درتي هاد الجريمه ولا هادشي انت محبوب واش ما ديال من؟ قال لي هادي ديال الوالده، راس الوالده سميتها، قلت له واش الوالده سميتها؟ امي ما كنعرف امك سميتها فاطمه، هو يقول لي قلت لي ودابا انت صافي اش بغيتي شنو بغيتي نتصل بالمدير نقول لي داكشي شي شويه وبارك هكا انا بقوه الخلعه دار هكا وانا بقى نجري حتى حتى الإدارة والآخرين تابعيني، أنا صحابي غادي جبد شي موز بقوت الخلعة تخلعت منه، أنا نجري قال لي مالك ماكل صدق، قلت لهم راه بغا يجبد مننا، عاد قالوا لي لا راه بغا يقول لي بغا يعطيك على الشيكاية باش تعطيها المدير تعطيها الوكيل، وملي ما عطيت لها الوكيل ما مشيت هضرت مع مدير خرجت بحالاتي، هذاك اللي في هذيك الحالة يقول لي تعدى علي الحارس ذبح راسو حيت تعدى علي الحارس، معلومه هذاك ما يمكنش هذاك، انا بالك سمع بالخلعه ما عمرني ما شد ديك الخلعه تخلع وصلت للاداره. وهذوك صحاباتو شفتيهم في الزنقه؟ صحابات شتو كتدافعوا عليه وقلت هادو علاش كيتنادفوا؟ ما يمكنش كل الحموم خروطو وحالته حاله، وبعض الخطط حنا كنتعرضوا بزاف مسائل في السجن لدرجه انك يجيك شي واحد جاي انت تستمعي ليه باش تاخذي منه معلومات، تيجيك فمه مخيط ونيفه مخيط وعيني مخيطين ودني مخيطين
وهذا اش يدير؟ اش يدير عندنا؟ كيفاش غدير؟ راه داخل السجن راه كاين شي حوايج. هذيك طريقة التعبير على الاحتجاج بطريقتهم الخاصة. الاحتجاج هو جاي نتقابل مع المحامية نعرف منه شي حوايج وسد في المواعين إلا جايبونه ليا. اش غنعرف منه؟ قلت له رجعوا ما توصليش للهدف الأسمى عندك أنت هو تحقيق العدالة والدافع في الملف إلا كان باقي مازال ما تحكمش. ما يمكنش الدين ما خايت كل شيء. عيني ودني ونيفو وفمو عمري باش مازال كيخيطو بفهمو هذا قد مخيط كلشي ولا جاي استاذه شكرا لك والله يفرج على الجميع يا ربي اللي مظلوم الله يفرج عليه مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الاسماء والارقى في الموضوع هو تنوير الراي العام وتقديم هذه القصص فيها عبره وكذلك نستفدوا منها بشكل كبير اعطتنا القصه الاولى بشكل مختصر كتتعلق بالظاهره الهواتف بدون بحث عن شريك الحياة موضوع النقاش القصة الثانية تكلمت فيها الأستاذة عن الإرث اللي كان فيه قمة في الغرابة في ظرفية اللي دازت تقريبا سنين طوال الموضوع الثالث كما دوات هو طريقة الاحتجاج اللي هي موضوع النقاش مشاهدينا الكرام هنا مع الأستاذة زينب خيار على تتبع القصص ديالها اللي فيها إفادة للرأي العام مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم